ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. باسم أهالي قضاء الصويرة نرحب كل الترحيب بسماحة العلامة السيد عصام النفاخ دام عزة، ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد لإحياء ذكرى شهادة جدته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فحيوه واستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير الجزاء. موعدنا قبل أن نبدأ إن شاء الله بمجلس العزاء، جلوسكم بلا أمر عليكم يكون مثل صلاة الجماعة، خلي خطوط منظمة حتى يكون العزاء منظم ما دام أكو تصوير. جزاكم الله خير الجزاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المبعوثين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد وآله المعصومين بالحق أجمعين، واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا حجة الله الكبرى وآيته العظمى مولاتي ومولات الثقلين، صلى الله عليك وعلى أبيك المصطفى وبعلك المرتضى وولديك السادة النجباء الحسن والحسين. السلام عليك يا مظلوم يا مقهور يا مسلوبة إرث أبيها، سيدتي سادتي أئمتي وقادتي وذادتي، ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلى ما التواني. هذا الشاعر يستغيث كما نحن الآن نستغيث بالحجة المنتظر، ونقول له يا ابن الحسن
أرواحنا معلقة بروحك وأمالنا بك، وقد شمت بنا الأعداء وظلمونا وقتلونا. هذا الشاعر يستغيث بالإمام الحجة، أريد القلوب معه. إلى متى تواني صاحب الطلعة الغراء، أما آن من أعداك أن تطلب الوتر، فديناك يا ابن الحسن فديناك لم أغضيت عما جرى لبني المصطفى منها، وقد صدع الصخرة. أتغضي أتغضي مولاي وتنسى أمك الطهرة فاطمة؟ عندك صبر يا ابن الحسن. أتغضي أتغضي وتنسى أمك الطهرة فاطمة؟ غدات عليها القوم قد هجموا جهرا. أتغضي بعد نطيك يا ابن الحسن، نطيك التاريخ وكل أنت تدري. أتغضي نزيد قلبه قلبه ألما، أتغضي وشب النار في باب دارها. أيوا سيدتا وفاطمة. أتغضي وشب النار في باب دارها، والأعظم وقادوا عليا بعلها قسرا. يين وقادوا عليا بعلها يا قسرا. بعد أتغضي وقد أسقط الطهر محسنا، أتغضي وقد أسقط الطهر محسنا، وقد أوسعوا في عصرهم ضلعها كسرا. وقد أوسعوا في عصرهم ضلعها كسرى. بعد اكو شيء هواي يألم قلب الإمام، يقول لا أتغضي أتغضي وصوت العبد والشحمت لها يا زهراء. أين المنادي وفاطمة ومظلومة؟ أتغضي وصوت العبد والشحمت نهى يا ابن الحسن، ومن لطمة الطاغي غدت عينها حمرا. تذهب إلى قبر أبيها المصطفى تقول لأبويا أمر على عبده وضرا بويا من ضربته للقاع ذبني، والله لنكسر قلبه ولا رحمني. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقال له يا ابن رسول الله ما معنى يعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما معنى العبادة؟ قال المعرفة، يعني يعبدون خلقنا الله عز وجل نحن والجن لنعبده، يعني لنعرفه. فالعبادة ماذا؟ معرفة. أنت ما يصير تصلي من دون أن تعرف ما هي الصلاة، ما يصير تصوم إذا ما تعرف معنى الصوم، وإلا لا تدرك عظمة الصلاة ولا عظمة الصوم، لا من قريب ولا من بعيد. ومن أهم عباداتنا هي الولاية لمحمد وآل محمد. هذا إمامنا صادق أهل البيت، الإمام الصادق عليه السلام يقول ولادتي من علي فضل، يعني أنا أنتسب إلى أمير المؤمنين، هذا فضل ونعمة، ولكن ولايتي لعلي فرض. شوف الولادة فضل والولاية فرض، فإذا الولاية فرض على جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام فكيف لا تكون فرض ماذا علينا؟ من باب أولى. اليوم احنا بحضور هذا الجمع الخير المبارك من شباب وشيوخ ووجهاء قضاء الصويرة خدام الحسين، بحضور معتمد المرجعية، معتمد سماح السيد الشيخ رياض الله يحفظه والمؤمنين، اليوم احنا نريد نحيي عبادة اسمها فاطمة. وحتى نحيي هذه العبادة لابد اولا ان ماذا؟ ان نعرف ما هي فاطمة حتى نعبدها. والعبادة أقصدها يعني طاعتها، العبادة بمعنى ماذا؟ الطاعة. حتى نطيع فاطمة يعني نتوجه بطاعة لفاطمة يجب أن نعرف ماذا؟ فاطمة. كيف نعرف فاطمة سلام الله عليه؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وسميت فاطمة فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. صلي على محمد وآل محمد. احنا نقرأ في القرآن ليلة القدر هي ليلة ماذا؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بالإضافة إلى أننا أنزلناه في ليلة القدر. إذن ليلة القدر ماذا بها؟ ليلة مباركة. كم فيها من الأسرار، ملائكة تعرج وملائكة تنزل، كلها على قلب الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه. فيها من الأسرار والبركات والعظمات ما لا يمكن، والعظمة ما لا يمكن أن يدرك. جاء الإمام الصادق يقول إذا أردتم أن تعرفوا ليلة القدر عليكم أن تعرفوا ماذا؟ فاطمة. لماذا قرن الإمام الصادق معرفة فاطمة بمن؟ بمعرفة ليلة القدر التي هي أعظم ليلة في الوجود. هذه الليلة ليلة القدر خلق الله فيها أول نبي وأول وصي. تعرف عظمة ليلة القدر؟ اللي هي خير من ألف شهر. هذه مقرونة بمن؟ بمعرفة فاطمة. وبما أننا لا نتمكن من أن نعرف ماذا؟ فاطمة حق معرفتها. أكو واحد يقدر؟ سنبين. إذن لا يمكن أن نعرف عظمة ليلة القدر. إذن الإمام الصادق كما يقول أهل المنطق وعلماء المنطق علق مستحيلا على مستحيل. نعرف ليلة القدر؟ قال مستحيل، لا تعرفوها إلا إذا عرفتم حق فاطمة ومعرفة فاطمة حق المعرفة. وبما أننا لا نتمكن من معرفة فاطمة حق معرفتها إذن لا يمكن لنا أن ندرك عظمة ليلة القدر. علق شيء على ماذا؟ على شيء.
احنا ما نيأس، لازم اليوم نعرف شيئا من حق فاطمة ومعرفة فاطمة، وهذا لا نحصل عليه إلا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا، لماذا اقترنت معرفة فاطمة بليلة القدر؟ ليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن، صح؟ نزل فيها القرآن. هسه على السماء الدنيا أو على قلب النبي صلى الله عليه وآله على اختلاف، نحن لا ندخل في حقيقة الأمر، لا يفرق بيننا نزل على السماء الدنيا أم نزل على قلب النبي، لأن قلب النبي مطلع على السماء الدنيا وبقية السماوات. زين، فإذا ليلة القدر هي وعاء الزمن الذي نزل فيه القرآن. وياي القرآن، يا قرآن، هذه الآيات القرآنية الموجودة في المصحف، صحيح؟ هذا شو نسمي القرآن في تراث أهل البيت؟ شو يسمون الكتاب الآن اللي به الآيات القرآنية؟ القرآن إيش؟ الصامت. والأئمة القرآن إيش؟ لأن عندهم القرآن وعلم القرآن وتفسير القرآن و كل ما في القرآن من معارف. ليلة القدر نزل فيها وبها ومنها يا قرآن صامت، الآيات القرآنية صامتة، والزهراء خرجت منها آيات قرآنية صامتة لو ناطقة، ناطقة حسن وحسين والتسعة المعصومين. إذن كما أن ليلة القدر وعاء زماني لنزول القرآن الصامت، كذلك فاطمة الزهراء وعاء لهم، وعاء مكاني وحالي لخروج المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم من الحسن والحسين والأئمة التسعة المعصومين الآخرين. هذه أول نقطة، ماذا؟ اشتراك. النقطة الثانية ذكرناها الآن، القرآن وصف ليلة القدر بأنها ليلة ماذا بها؟ مباركة، والزهراء عندها تسعة أسماء أساسية ورئيسية، ومن تلك الأسماء وأهمها أنها ماذا؟ مباركة. فكما أن ليلة القدر ليلة مباركة، فاطمة الزهراء أيضا ماذا بها؟ مباركة. زين، أنا جاي أمهدك إلى أسرار أعمق من هاي، هاي تمهيدات، بعدنا ترى ما دخلنا باللوب. زين، ثلاثة، نقطة الإشراك بين ليلة القدر وبين ليلة وبين فاطمة الزهراء سلام الله عليه. ليلة القدر الملائكة على من تنزل وتعطيه المعلومات والقضاء والقدر الإلهي؟ على الحجة المهدي المنتظر. والحجة المهدي المنتظر شو يصير من الزهراء؟ ولدها. إذن القرآن الصامت ينزل على القرآن الناطق الذي أخرجته إلى الدنيا فاطمة الزهراء، أخرج إلى الدنيا عن طريق ماذا؟ عن طريق مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي النقاط، ماذا؟ النقاط المشتركة بصورة سريعة. زين، المسألة الثانية التي نتطرق لها بعد أن عرفنا نقاط الاشتراك، ما معنى اسم فاطمة؟ تدري هذا الاسم، اسم فاطمة، ماذا يصنع بقلوب أهل البيت عندما يسمعونه؟ خلنا أنطيك أثر اسم فاطمة على قلوب الأئمة، ثم بعد ذلك نعرفكم ما معنى اسم فاطمة. خلوا بالكم وياي. الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله عليه، الحر، وما أدراك ما الحر؟ الحر عندما على رواية مشهورة أنه جعجع بالإمام الحسين، أكو كلام في هذه الرواية، أكو نقاش صحيح أو مو صحيح، أكو كلام لكن مشهورة. الإمام الحسين قال له: أنت تمنعني من أن أستمر بطريقي، ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، أنت ما وصلت إلى هذه المرحلة اللي تمنع الحسين. قال له، شوف الحر ماذا قال، هذا أنا أعتبره هو سر توفيق الحر للتوبة، هو هذا. قال له: وماذا أرد عليك وأمك فاطمة؟
شرد عليك أمك منه؟ فاطمة. الحسين قلبه لان على الحر وبعد ذلك قبل ماذا؟ توبة. هاي أولا. السكوني وهو من أبناء العامة وبعض فقهائنا يعملون بروايتي لأنه ثقة رغم أنه ليس شيعيا من جمهور المسلمين، السكوني يوم من الأيام دخل وهو مهموم مغموم حزين على الإمام الصادق عليه السلام، قال له أراك كئيبا حزين، قال له رزقت بنتا يا ابن رسول الله. ما يفهم يعني الناس، ما تفهم إلى الآن إحنا في تراثنا في فكرنا أنه إذا واحد الله عز وجل رزقه بنت يشمئز ويعتبر هذا فعل وشؤم، كوني رزقه ولد ذكر مو ولد البنت. إلى الآن هذا موجود في تراثنا في فكرنا في أخلاقياتنا تصرفاتنا، زين نستكره البنت. المهم قال له رزقت بنتا قلبت حالك، على الله رزقها وعلى الأرض ثقلها، عليش أنت مهموم ومغموم؟ فأطمئن لا تمشي على قلبك ولا أنت ترزق، رزقها على الله. قال له الإمام الصادق بعد ذلك يا سكوني ماذا سميتها أو أسميتها؟ قال أسميتها فاطمة. قال الإمام الصادق عليه السلام آه 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 بحرمة صاحبة الاسم، لا تضربها ولا تسبها ولا تؤذيها كرامة لصاحبة الاسم. هذا اسم فاطمة ويؤذي أهل البيت، قلوب أهل البيت الاسم هذا فاطمة. هسا عرفنا أثره في قلوب الأمة، هاي المرحلة الثانية من محاضرتنا. المرحلة الثالثة ما هو حقيقة هذا الاسم؟ حقيقة اسم ماذا؟ فاطمة. شوف الفطم، فاطمة من الفطم، والفطم في اللغة بمعنى القطع والفصل. ركز وياي موضوع بدقة، يعني شنو القطع وشنو الفصل؟ ليش فاطمة فيها معنيان، معنى القطع ومعنى ماذا؟ ومعنى الفصل. قبل أن تولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قريش ومن دخل بالإسلام نفاقا كانوا يتمنون أنه بعد رحيل رسول الله وما عنده ذرية ممكن إرث النبوة وإرث الدنيا لمن ينتقل إليهم، لأنه ما عنده ذرية ما عنده أولاد. إلى أن الله تبارك وتعالى رزق رسوله صلى الله عليه وآله بفاطمة الزهراء فقطع أطماعهم. بعد أطماعهم إلها طريق للوصول والتحقق؟ أبدا. ففاطمة لأنها قطعت آمال الأعداء كفر ومنافقين بأن يكونوا ورث لرسول الله صلى الله عليه وآله، قطعت بعد هذا القطع. وفاطمة من الفطم بمعنى الفصل. شنو معنى الفصل؟ الفصل لأنها أصبحت ميزان الإيمان وميزان ماذا؟ ميزان الكفر، يعني ميزان رضا الله وميزان غضب الله تبارك وتعالى. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني ومن أرضاها إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. إذن هي فصل، تفصل الإنسان المؤمن عن الإنسان إيش؟ الكافر. هي الميزان، هي المقياس، هي البوصلة التي تحدد من المؤمن ومن غير المؤمن. واضح؟ بعد ذلك أنجبت الأئمة المعصومين، صاروا الأئمة هم الفصل والميزان، صح لو خطر؟ من يؤمن بالأئمة فهو مؤمن، ومن يكفر بالأئمة فهو ماذا؟ فهو كافر. إذن الزهراء وذريتها صاروا هم الميزان. لذلك في تعبير عن النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين كفتا الميزان يوم القيامة وفاطمة لسان الميزان، اللسان الناطق للميزان. عرفت فاطمة شبيهة من معنى؟ فاطمة فطمت يعني قطعت أطماع الآخرين،
وفصلت أصبحت هي ميزان الإيمان وميزان الكفر والنفاق. الآن أنت تعيش في نعمة، تعيش في رحمة، أنك تحسب ولو ظاهرا على من؟ على فاطمة الزهراء سلام الله. عرفت لا أقل نفسك أن عندك أول درجة من درجات الإيمان، أول درجة من درجات الإيمان عندك. لذلك عندما نأتي إلى عظمة فاطمة، لمعرفة عظمة فاطمة، نشوف أمير المؤمنين كيف كان يتصرف مع فاطمة الزهراء سلام الله. أولا في الروايات تقول أن علي بن أبي طالب كان يخاطب فاطمة ويقول لها سيدتي يا فاطمة، هاي أولا. اثنين، كان هذه قالها أحد علمائنا، كان أمير المؤمنين إذا أراد الخروج من الدار وفاطمة الزهراء تنظر إليه، شوفه، يقول هذا ما كان أمير المؤمنين يعطيها ظهره، كان يرجع القهقرة، يرجع إلى الوراء إلى أن يصل إلى باب الدار ويخرج، ما يط الزهراء ظهره. تشايف الآن من الزور المعصوم وتريد تودعه، أدبا ما تعطيه ظهرك، ترجع إلى الوراء ثم بعد ذلك عندما تبتعد تعطيه الظهر. أمير المؤمنين هكذا يتصرف مع الزهراء وهي ماذا؟ زوجته، وهي زوجته. ليش؟ لأنه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على معرفتها دارت القرون الأولى. يعني شنو القرون الأولى؟ يعني معرفة فاطمة مو ميزان الإيمان والكفر والنفاق الآن، بل منذ أن خلق الله الوجود هي الميزان. لذلك ما أقرت نبوة نبي إلا وأخذ العهد عليه بفضل فاطمة عليه. يقينا فاطمة أعظم من الأنبياء، والدليل أن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، رسول الله يقول فاطمة روحي التي بين جنبيه. ورسول الله ما يجامل وما عدا مجاملة وما عدا مبالغة أبدا، الحقيقة ينطقها رسول الله، لأن مو كلامه، هذا مو كلامه. لما يطرق الباب ما يدخل، وهي بنته، ما يدخل، تقول له أنت أبي، أنت رب البيت، أنت رسول الله، أنت أعظم الأنبياء، شنو تطرق الباب أنت؟ يقول هكذا أمرني ربي. إذن رسول الله علي بن أبي طالب، الكل مأمور بأن يعظم فاطمة. لذلك لما يصفها أبوها رسول الله أنها أم أبيها، أم أبيها، ليش يصفها بأم أبيها؟ الأم يعني شنو؟ الآن أم الكتاب سورة الفاتحة، لأنها أصل القرآن، كل معارف القرآن وين موجودة؟ في الفاتحة. وكل معارف الفاتحة موجودة وين؟ في البسملة. وكل معارف البسملة في الباء. وكل معاني الباء وين موجودة؟ في النقطة. وعلي بن أبي طالب يقول ماذا؟ أنا النقطة. يخاطب عبد الباقي العمري يقول له وأنت نقطة باء مع توحدها جميع الذي في الخلق قد جمع. كل الوجود مجموع في نقطة الباء، وعلي يقول نقطة الباء في القلب. فالفاتحة أم الكتاب، يعني أصل المعارف، أصل العلوم، أصل المعرفة. مكة أيضا أم القرى، أم القرى مكة، فهي أصل العلو، أصل المدن، لأن منها صار دحو الأرض أي بسطها في 25 ذي القعدة. موعدنا يوم تسبيحة فاطمة. فاطمة أم أبيها، حتى تعرف تسبيحة أم أبيها وأسرارها وين تروح؟ إلى أم القرى. لمن نروح؟ إلى مكة. مركز وياي أخي العزيز، أم القرى، أم القرى مكة. أعظم ما في مكة ما هو؟ الكعبة. الكعبة لماذا مكعبة؟ لأنها لماذا مكعبة؟ يقول لأنها مربعة. فالكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة، والتكعب فيها تربعها. ليش صارت هي مربعة مكعبة؟
يقولون لأن فوقها في السماء الرابعة البيت المعمور وهو كعبة الملائكة تطوف بذلك البيت. فلأن البيت المعمور مربع، الكعبة صارت أيضا مربعة. سؤال، ليش الكعبة البيت المعمور كعبة الملائكة مربعة؟ يقول لأن البيت المعمور تحت العرش، والعرش ماذا؟ مربع. زين، العرش لماذا مربع؟ قال لأن أركانه أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن العرش كم ركن؟ أربعة. هسه الآن ما عرفنا سر التسبيحة، لو عرفنا شوية منه. تسبيحة فاطمة كم ركن من أركان العرش فيها؟ ثلاث. لا، لا إله إلا الله ما موجودة، اللي هي بها التوحيد لله تبارك وتعالى. إذن ثلاثة من أركان العرش موجودة في تسبيحة فاطمة. هسا عرفت من تقول الله أكبر أنت وين في أي مقام الآن؟ أنت الآن مقام العرش. هل لي عندنا من عرف جدي الحسين الإمام الصادق يقول حق معرفته كمن زار الله في عرشه؟ عرفت العرش اللي هو مرتبة من مراتب علم الله، مو مكان، مرتبة من مراتب العلم. الكرسي مرتبة من مراتب العلم، بس الوقت ما يساعدني نشرحهن. زين، وياي أريدك، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له فاطمة الزهراء لما كنت في عالم الأنوار أين كانت؟ قال كانت حبيبتي فاطمة في حقة من نور، حقة من نور عند ماذا؟ عند ساق العرش. وين كانت تسكن؟ في وعاء وإناء مين؟ يا الله، هي نور ومصدرها نور وساكنة وين؟ في النور. سألوا قالوا يا رسول الله هي نور وفي نور وعند ساق العرش، سؤال يا رسول الله ماذا كان طعامها في ذلك الزمان وفي ذلك العالم عالم الأنوار؟ قال كان طعامها التسبيح والتحميد والتقديس والتنزيه لله تبارك وتعالى. يعني طعامها في عالم الأنوار انقلب إلى ماذا؟ إلى تسبيحة بهذه الأرقام المحددة. شفت السر؟ واضح لو مو واضح السر؟ بعد تريد؟ كم ركن في العرش قلنا؟ واحد يظهر منه اللون الأحمر، واحد يظهر منه اللون الأبيض، واحد يظهر منه اللون الأصفر، وواحد إيش؟ أخضر. أحمر، أبيض، أصفر، أخضر. والزهراء وين؟ يم هاي الأنوار، صح؟ يسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا أبا الحسن لما سميت الزهراء بالزهرة؟ هسا نروح لمن؟ إلى معرفة سر اسم الزهرة. لما سميت الزهراء بالزهرة؟ قال لأنها تزهر لي، يعني تظهر لي ألوان متعددة. فالزهراء معنى إظهار الأنوار. قال عند الصباح يقول أمير المؤمنين تظهر لي بلون أبيض، عند الظهيرة بلون أصفر، عند الغروب بلون أحمر. العرش بكم ركن؟ أربعة. كم نور من أنوار العرش في وجه فاطمة وقلب فاطمة وروح فاطمة؟ لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عندما دخلت في ليلة الزواج على فاطمة وأصبحنا في حجرة واحدة من شدة حيائها أطفأت السراج حتى لا أراها. يقول عندما أطفأت السراج أزهر وجهها بالنور. ما هذه الأنوار يا أم الحسن والحسين؟ ما هذه الأسرار في حقيقتك؟ أنت زهراء حوراء إيش؟ إنسية. عرفت؟
إذا تسبيحتها فيها أسرار العرش، حقيقتها كيف يمكن أن نصل إليها؟ كيف يمكن أن نصل إليها؟ كيف يمكن أن نعرف امرأة علي يقول أنت سيدتي؟ إذن كم هي عظيمة النعمة التي أنعم بها علينا الله أن جعلنا من شيعة فاطمة الزهراء؟ كم هي العظمة يا أخوان؟ شوف يوم القيامة رسول الله علي بن أبي طالب يم الجنة، لكن فاطمة الزهراء وين؟ يم النار، وتقول أي ربي سميتني فاطمة وقلت لي فاطمة لأني فطمت شيعتك ومحبيك من النار، والآن جاء وفاء الدين، فيقول لها أمتي حبيبتي اشفعي تشفعي فتلتقط شيعتها من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. شوف الأسرار الكبيرة. هذه فاطمة عند الله، هذه فاطمة في القرآن التي تقول عائشة عنها، تقول كنا نخيط ونغزل في الليل بنور وجه فاطمة. رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول عائشة إذا دخلت فاطمة يقوم من مجلسه إجلالا لها فيحتضنها ويقبلها بين عينيها وعلى صدرها، ثم يقبل يدها ثم يجلسها مكانه. هذه فاطمة الزهراء عند في القرآن وأهل البيت، لكن فاطمة الزهراء عند أمة رسول الله ما هي؟ ما هي فاطمة؟ فاطمة يقول الوهابية فاطمة صح يغضب الله لغضبها يرضى لرضاها، لكن غضبها على الخليفة الأول اللي ما أعطاها العرف كان غضبا بغير حق. الله يغضب لغضب فاطمة إن كان غضبها بحق، ويغضبت على أبي بكر بغير حق. هاي فاطمة عند أمة رسول الله. فاطمة يضعها أمير المؤمنين على دابة ويمر على بيوت رؤساء المهاجرين والأنصار ويقول لهم هذه حجة الله عليكم، أما سمعتم أخي وابن عمي وحبيبي رسول الله يقول في بيعة الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أقام الحجة عليهم بشخصه وبفاطمة، لأنهما حجتان، وراح نبين الباكر إن شاء الله غدا نبين شنو معنى فاطمة حجة وشنو معنى علي حجة. حجة مع حجة، رغم أنها ماذا؟ علي إمام لفاطمة، رغم هذا هي حجة ند لعلي، ونبين إن شاء الله بالدليل غدا إن شاء الله. فاطمة عد أمة رسول الله أو الأمة المحسوبة على رسول الله. فاطمة طالبت باطلا بفدك. فاطمة بالله عليك تقارن مع القرآن ماذا يقول، والعترة ماذا تقول، وأمة الرسول ماذا تقول، صحابة رسول الله ماذا يقول؟ سؤال خلتهم فاطمة الزهراء، عرتهم فضحتهم، عندما إلى الآن لا يوجد لها قبر وهي البنت الوحيدة التي تركها رسول الله. هذا السؤال كم واحد سأل للوهابية عندما يذهبون للحجة والعمرة لا يجدون له جوابا أبدا، ما لهم جواب، شو يجاوبون شو يقولون؟ هي التي منعتهم من أن يستدل أحد على القبر. لذلك لما تجاوزوا بقيادة عمر على دار فاطمة سلام الله عليها سكت علي بن أبي طالب، وضربوا فاطمة سكت علي بن أبي طالب، وكتفوا عليا وأخذوه قهرا ليبايع وسكت عليه. لكن عندما أرادوا أن ينبشوا البقيع بحثا عن قبر فاطمة علي رفع سيفه
وقال هذا الموضع لم يوصني رسول الله بالصبر. شرد عمر من البقيع، لأنه في البقيع كأنما جعل أمير المؤمنين 40 قبرا في البقيع، أثر قبر 40، بحيث ضيع عليهم أين قبر فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. هذه فاطمة الزهراء اللي في رواية عن بعض الأئمة يرويها بعض أهل العلم، يقول أن الذين هجموا على دار فاطمة يتجاوز عددهم أو ربما يصل عددهم إلى 60 رجل، واحد واثنين، هم يريدون يجون أن يكتفوا غرضهم، غايتهم يكتفوا علي بن أبي طالب ويأخذهم، هم يجون اثنين ثلاثة زين، ما بين يطوقون الدار، ما بين يهجمون على الدار، ما بين ذولا يضربون فاطمة، ما بين ذولا يقيدون علي بن أبي طالب، يكون أعداد كبيرة اللي يسيطرون. 60 هجموا. أقول الزهراء أين هي الآن؟ في لحظة الهجوم إيه قلبك هسه وين يروح؟ ها؟ وين يروح؟ بين الباب والحائط، يا هل يهجم على الدار يدفع الباب بقوة إلى الجدار. قلت سلام، قال يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، فلما رأتهم لآذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. شافوها، يقولون الباب كانت بيها فتحات صغيرة، فرأوها فمذ رأوها عصروها. هي صرخة لفاطمة، فمذ رأوها عصروها عصرة يا ابن الحسن لعلك تحضر مجلسنا، فمذ رأوها عصروها عصرة كادت بنفسي أن تموت حسرة. ليش الباب بهالحجم؟ نعم، شو يقول الشاعر؟ والله باب من جذوع وثجيلة وزن، لو هوت للقاع ترجنها رجل، يا ويلي طبقت على ام الحسن طبق الجفن طبق الجفن، وسيدته وفاطمته من يقع في شدة ماذا ينادي إلا فاطمة صاحت إليك يا فضة اسلمي، فلقد والله أسقطوا جنيني، والله يا قلب ذوب وهلي دمعي، يا قلب ذوب وهلي دمعي، علي من على الطاحة وصاح، والله على الصاحة يا فضة انكسار صاحت يا فضة أدركيني، فتحت عينها فضة أمامي وعلى رواية أن زينب جاءت. جد عمره 3 سنوات 4 سنوات بالكثير، بني زينب
ابنتي زينب. شنو السؤال؟ أين أبوك عليك؟ قالت أمه أخذه القوم مكتفا بشمائل سيف وحبال. خرجت تعدو علي تعدو خلفهم، خلوا ابن عمي خلوا ابن عمي، وإلا كشفت الخمار عن رأسي وأشكو إلى الإله شجوني، ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني. أبدا هذا السامري وحجله تبع، هذا السامري وعجله تبع، وما للناس عن هاروني. وإذا بملائكة العذاب تنزل بين السماء والأرض تتوقف، يقول الملائكة لقائدهم: أيها الملك، ألا ترى فاطمة حبيبة الله تستغيث بنا؟ ألا نغيث؟ قال: نعم، إذا رفعت الخمار عن رأسها اقلبوا الأرض، اجعلوا عاليها سافلها، أمارات العذاب قد نزلت. علي يلتفت، رأى الأمارات، التفت عم سلمان: أدرك فاطمة، فإن أمة رسول الله في خطر. رجع سلمان إلى فاطمة، سلمان يقول: رأيت أمرا عجيبا غريب. ماذا رأى سلمان؟ قال: رأيت جدران المسجد قد ارتفعت، وفاطمة تهدد برفع خمارها. قلت لها: مولاتي ارحمي أمة أبيك. قالت: عم سلمان آذوا أبي فصبار، أخذوا حقي فصبار، كسروا ضلعي فصبار، أسقطوا جنيني فصبار، يقتلوا عليا والله لن أصبر حتى يرجعوا عليا. لما رأى القوم إصرار فاطمة رجعوا، أرجعوا عليا لفاطمة. يا موالي يا محب يا شيعة فاطمة، فاطمة كانت تتحامل على نفسها، تمشي كأن لا شيء بها. دخلت الدار، عصبت رأسها، أنزلت العصابة على عينها، يقول لها حبيبها علي: حبيبتي فاطمة، لم لا تريني وجهك؟ لماذا رأسك في الأرض؟ لذلك يقول الرواة: علي مر لمح عين فاطمة وجدها كقطعة دم حمراء. فاطمة، ما الذي جرى؟ وهو يدري من الذي فعل، وهو يدري. قالت له: يا أبا الحسن، صبرا، فالوصية حاكمة علي وعليك، لكن عندي وصايا، هاي آخر الوداع. قال لها: أوصني يا ابنة العين ويا قرة العين ويا حبيبة القلب والفؤاد. وضع رأسها في حجره. هو الدهر لا تفنى عجائبه، عن الكرام ولا تهدو نوائبه، إلى كم يجاذبنا فنونه وإلى كم نجاذبه. وإذا بفاطمة توصي عليا
بوصاياها. ثم خرج علي من الدار وإذا بفاطمة تذهب لتغتسل، ثم جاءت بحسن وحسين غسلتهما، ألبستهما النظيف من الثياب، ثم أخذت تسرح شعر الحسن والحسين والدموع تنحدر على الخد. ثم قالت أسماء: سأدخل إلى حجرتي لأتعبد، فبعد قليل ناديني فإن أجبتك فهو، وإلا أعلمي أني قد التحقت بأبي رسول الله. إيه خلي تروح لأبوها تقل له عقبك يا بويا مرمراني، تقل له بويا عقبك مرمراني مرمراني، أو من البج عليك ابنعان، وبر المدينة طردوني طردوني. تقول أسماء: بعد لحظات ناديتها، هنا استجابت الدعاء إن شاء الله. أخذت تناديها: يا ابنة محمد المصطفى، يا ابنة من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يا ابنة من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. سيدتي فاطمة لم تجبها، دخلت عليها تقول أسماء: رأيتها على جنبها الأيمن نائمة، واضعة يدها اليمنى تحت خدها، حتى عندما تموت صورة موتتها هي صورة الظلام والألم. تقول أسماء: أني حائرة ماذا أصنع، وإذا بالباب يطرق، فتحت الباب وإذا قرة العين حسن وحسين. حاولت أن أخبئ ماذا جرى، لمحا دمعة في العين في العين. أسماء: أين أمنا نائمة؟ قال: ما هو وقت نوم. وياي وياي إلى فاطمة، دخل الحسن والحسين إلى حجرة فاطمة، حسن عند رأس أمي. الحسين وين؟ الرواية تقول الحسين عند قدمي أمي. وجهه شيئا من الماء، قام فزعا ركض إلى دار فاطمة، رمى عمامته ثم فك إزاره، أخذ ينادي فنادوا معه وفاطمة. ثم قام إمامنا بتغسيلها وتجهيزها وتكفينها قبل أن يعقد الرداء عليها. نادى حسن حسن زينة
كلثوم هلموا إلى الوداع. هذه أمكم فاطمة قد رحلت، جاء الحسن والحسين يقسم علي وهو الصادق، يقسم بربه ويقول والله. لما سمعت فاطمة بكاء الحسن والحسين والله سمعتها حنت وأنت ومدت يديها واعتبرت الحسن والحسين، وملائكة السماء ضجت بالبكاء تنادي علي نحي حسنا وحسين. فلقد أبكيا والله ملائكة السماء ملائكة السماء. ثم شيعها ليلا دفنها دفنها أمير المؤمنين سلام الله عليه. حس زينب شو تسوي؟ تقلها يما يا يما اللي الكل ما أنام ما أنام، والله يا يما اللي الكل ما أنام، يا يما الدهر صوبني بسهامة، يا يما بقى أنا من عقبك يتامى. رجع إمامنا. هذا آخر شيء إن شاء الله. اللي عنده دعاء يتوجه بقلبي، عنده حاجة يتوجه بقلبي الآن للدعاء. عشرة أيام بقي أمير المؤمنين في الدار بعد دفن فاطمة لا يخرج حتى إلى صحافته المقربين، فانتدبوا عمارا فذهب مسرعا إلى أمير المؤمنين. والله قضى عمار لكن شاف لي الغار راسه مهب قول الموت يتمنى يتمنى. عشرة أيام ظل مغلج عليه بالبحر ما يظهر وشبده من المصايب دار. قله قله انت تقله يا أبا الحسن ضلع واحد علي رخص دموع العين. ضلع ضلعين عظيمة فاطمة أعظم من العظيمة، لكن ضلعين. وقلت نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. يا أبا الحزن كيف لو رأيت حسين والله صدقت وناس